من مستشفى خان يونس الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة. أهلا بك دكتور أشرف. دكتور أشرف، بعد تجدد القصف على غزة، كيف هو وضع القطاع الصحي هناك؟ نعم، من الواضح جدا أن الاحتلال الإسرائيلي كان يصر ولا يزال على إبقاء المنظومة الصحية منهارة تماما، حتى لا تستطيع القيام بوظائفها في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى، حيث أن فترة الهدنة التي استمرت 7 أيام بل كان ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في مسار وحجم ونوعية المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، وبالتالي المساعدات التي دخلت رغم محدوديتها لكنها لم تصل إلى مرحلة التغيير في الواقع الصحي المؤلم والكارثي في كافة مستشفيات قطاع غزة، عوضا عن أن الاحتلال الإسرائيلي لم يرق له أيضا وصول المساعدات الطبية إلى شمال قطاع غزة، وتعنت في وصول الأدوية والمستلقات الطبية والوقود إلى الشمال، وبالتالي هذه المستشفيات باتت غير قادرة على التعامل مع حجم الإصابات التي تصل إليها مع بدء العدوان الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وبالتالي كافة مشافي قطاع غزة اليوم تعيش حالة من التكدس الهائل في أعداد الجرحى. الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ والعمليات والعنايات المكثفة. نحن أعلنا أن نسبة الانشغال السريري في داخل المستشفيات 171%، ونسبة الانشغال السريري في العنايات المكثفة 221%، وبالتالي هناك أعداد كبيرة لا زالت تفترش الأرض في كافة مستشفيات القطاع، إضافة إلى أن مستشفيات جنوب قطاع غزة زادت أزمتها بعد إخلاء مستشفيات غزة وشمال قطاع غزة إليها، والذي بقي من مستشفيات قطاع غزة يعمل في شماله القطاع الآن يعمل بمحدودية عالية وبأقل الكوادر البشرية. كيف تتعامل إذن المستشفيات مع هذا الكم الكبير من الجرحى الذي يأتي بشكل مكثف ضمن غياب المساعدات حسب تعبيرك، وأيضا غياب المستلزمات الأساسية الصحية؟ نعم، المستشفيات اليوم باتت عاجزة تماما عن تقديم الخدمات الصحية المناسبة لجرحى العدوان الإسرائيلي، لا سيما في شمال قطاع غزة، حيث أن المستشفيات التي باتت تعمل في شمال قطاع غزة فقط هي مستشفى المعمداني وكمال عدوان والعودة، وهذه المستشفيات باتت ملاحقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. يقوم الاحتلال الإسرائيلي باستهداف محيطها أو استهدافها كما حدث ليلة أمس في مستشفى العودة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يريد إبقاء هذه المنظومة في حالة انهيار مستمر، يريد تدمير المنظومة الصحية، يريد أن لا تقوم هذه المنظومة بوظائفها الحيوية في إنقاذ حياة الجرحى، وبالتالي منطقة شمال قطاع غزة ستشهد مزيد من ارتقاء الشهداء نتيجة عدم توفر الخدمة الصحية المناسبة في مختلف مناطق غزة وشمال قطاع غزة، وليس الأمر بالأحسن في منطقة جنوب قطاع غزة، حيث أن هذه المستشفيات الآن مكدسة تماما بالأعداد الكبيرة من الجرحى، إضافة إلى أن الجرحى يفترشون الأرض سواء في أقسام الطوارئ أو العنايات المكثفة أو غرف العمليات. هذه المستشفيات باتت تفتقر لأبسط المقومات الحساسة والمهمة لغرف العمليات وكذلك مثبتات العظام والكسور، وبالتالي هذه المستشفيات اليوم باتت عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العدوان الإسرائيلي في ظل خنق المنظومة الصحية التي يتعمدها الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان، ويزداد الأمر ألما بعدم إدخال الأدوية والمستلقات الطبية التي تحتاجها المستشفيات بشكل متدفق، إضافة إلى أن التكدس في الحالات يحتاج إلى خروج إلى خارج قطاع غزة، ولا زالت الآلية المتبعة في خروج المرضى إلى خارج القطاع ضعيفة وقليلة للغاية، لا تنسجم على الإطلاق مع حجم الأعداد الكبيرة التي لازم ومن المفترض أن تخرج إلى خارج القطاع. نعم، كنت أريد أن أسألك عن عدد الجرحى الذين يخرجون بشكل يومي. يعني كان هنالك حديث في بداية هذه الحرب عن أنه سيخرج حوالي 80 جريح يوميا، لكن على أرض الواقع لم يكن يخرج أكثر من 20. الآن بعد عودة القصف، ما العدد الذي يخرج الآن من معبر رفح؟
يعني للأسف العدد الذي يخرج أكثر شيء هو 20، ولكن ما يخرج حقيقة يكون ما بين 10 و20 حالة يوميا. اليوم نتحدث عن شهر كامل تقريبا لم يخرج في من قطاع غزة من الجرحى سوى 389 حالة، منها 358 حالة من الجرحى و31 حالة من حالات الأورام، وبالتالي هذا العدد قليل جدا ولا يتناسب مع حجم الأعداد الهائلة التي من المفترض أن تخرج لإنقاذ حياتها خارج قطاع غزة، لأن الواقع الصحي في قطاع غزة لا يمكن على الإطلاق أن يشكل الإنقاذ المطلوب لحياتهم أو التدخلات المطلوبة لحالاتهم الصحية. وبالتالي إذا بقيت الآلية المتبعة في خروج الجرحى كما هي فإننا سنفقد عشرات الحالات يوميا من الذين يتطلب وضعهم الصحي الخروج خارج قطاع غزة ولم يخرجوا حتى اللحظة. شكرا جزيلا لك دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك.